أرسن فينجر وفالكاو أبرزوا أسلحة بيراميدز لحصد الأخضر واليابس في الدوري المصري الموسم المقبل. حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نجاحات كبيرة خلال مسيرته الكروية في الموسم الحالي، حيث تمكن الأسيوطي في ثوبه الجديد بعد شرائه في بداية الموسم من تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية سابقاً ورئيس الهيئة العامة للترفيه حالياً، في ضمان المشاركة في إحدى بطولتي دوري الأبطال خلال الموسم المقبل. هذا النجاح دفع أحمد عفيفي المتحدث الرسمي لنادي بيراميدز أن يصرح بأن الفريق الأول لكرة القدم بناديه قد حقق الهدف الذي سعى إليه من بداية الموسم بتحقيق أحد المراكز المؤهلة للمشاركة في إحدى بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية الإفريقية، ليبدأ الفريق في الاستعداد للموسم الجديد بأمال وطموحات جديدة. بالفعل بدأ بيراميدز الاستعداد مبكرا للموسم الجديد الذي يضع فيه مالكه تركي آل الشيخ أهدافا وتطلعات أخرى في الصعود على منصات التتويج محليا وإفريقيا، حيث أعلن في وقت سابق عبر حسابه الشخصي على فيسبوك أنه رصد صفقات داخلية وخارجية لتدعيم الفريق بداية من الموسم المقبل بمبلغ 800 مليون جنيه، وهي الخطوة التي كشفت نوايا المسؤول السعودي حيال فريقه خلال الموسم المقبل، والتي تشير إلى سعيه لكسر احتكار الكبيرين الأهلي والزمالك للبطولات على المستوى المحلي وكتابة تاريخ جديد لأحد الأندية المصرية في القارة السمراء. هذا ولن يقتصر التدعيم على مستوى اللاعبين فقط، بل سيمتد للجهاز الفني بعد أن أعلن الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق السماوي رحيله عقب نهاية الموسم الحالي، حيث أكد تركي آل الشيخ أنه يفاضل حالياً بين 23 سيرة ذاتية لمدربين لاختيار أفضلهم لقيادة الفريق بداية من الموسم المقبل. وتشير العديد من التقارير الصحفية إلى أن ثورة تغيير ستحدث في نادي بيراميدز الموسم المقبل على مستوى الإدارة واللاعبين والجهاز الفني، حيث يتوقع أن تتم إعادة هيكلة الجهاز الإداري بدءاً من الإطاحة بحسام البدري من رئاسة النادي وصولاً لأصغر مسؤول بالنادي. على مستوى اللاعبين أكدت تلك التقارير أنه لن يتم الإبقاء إلا على المميزين فقط في الفريق خلال الموسم المقبل، حيث سيتم تسويق باقي اللاعبين سريعاً قبل بداية فترة الإعداد، موضحة أنه ستتم الإطاحة بكافة اللاعبين الأجانب بالفريق وعلى رأسهم البرازيلي كينو، مؤكدة أنه سيرحل لأحد الفرق السعودية. وأوضحت التقرير أن تركي آل الشيخ يخطط للتعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين لتدعيم فريقه الموسم المقبل، أمثال المهاجم الكولومبي رادميل فالكاو، مهاجم موناكو الفرنسي، والنجم البرتغالي جواو موتينيو، صانع ألعاب ولفرهامبتون الإنجليزي، والبرتغالي الآخر المخضرم ريكاردو كواريزما لاعب بشكتاش التركي، بالإضافة إلى الإماراتي عمر عبد الرحمن، والفرنسي غوميز لاعب الهلال السعودي، والمغربي نور الدين المرابط لاعب النصر السعودي. وعلى مستوى المديرين الفنيين راحت التقارير الصحفية للتأكيد على أن الملاعب المصرية قد تشهد للمرة الأولى في الموسم المقبل مديراً فنياً عالمياً على رأس القيادة الفنية لنادي بيراميدز بحجم الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني السابق لأرسنال الإنجليزي، وكذلك البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني السابق لبنفيكا البرتغالي والهلال السعودي في الموسم الماضي. التقارير المختلفة أكدت أن طموحات تركي آل الشيخ للفريق السماوي في الموسم المقبل لا حدود لها، خاصة بعد أن تمكن من تحريك المياه الراكدة في الدوري المصري الموسم المنقضي بعد أن كان يسيطر عليه الأهلي والزمالك خلال السنوات الماضية، وبات لديه قناعات قوية بأن الفريق بمزيد من التنظيم والدعم سيتخطى ما كان متوقعا له بعد سنوات في موسم واحد.